مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونون بخير. أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناة الاستثمار في العملات الرقمية. بهذا الفيديو راح ناخذ صورة NFT مجانية على محفظة انجين. طبعا احنا في السابق شارحين محفظة انجين، توجد فيديوهات في القناة شارحين طريقة تنزيل المحفظة وطريقة عمل المحفظة. حاليا توجد صورة NFT راح ناخذها عن طريق هذه المحفظة. طبعا مثل ما تشوفون احنا عندنا العديد من الصور اللي اخذناهن في السابق من خلال محفظة انجين. طبعا عندنا حاليا باركود، من خلال هذا الباركود راح ناخذ هذه الصورة. طبعا الباركود احنا واللينكات ننزلها في قناة التليجرام، لذلك ادخلوا الى قناة التليجرام انضموا، ننزل بها احنا اير دروبات، معلومات واخبار. رابط قناة التليجرام راح نخليه في صندوق الوصف. طبعا مثل ما تشوفون هنا حاليا احنا داخل محفظة انجين. نروح على السكانر في الاعلى، بعد ذلك نروح على الصور. طبعا انا راح اخلي لكم هذه الصورة في قناة التليجرام. نروح ناخذ هذه الصورة الموجودة عندنا، بعد ذلك نضغط على السهم. مثل ما تشوفون ظهرت لنا هذه الصورة، بعد ذلك نضغط على كليم. طبعا استلمنا الصورة، حاليا صارت في المحفظة. طبعا الصورة تظهر عندك في ال NFT مثل ما تشوفون هنا بالجاليري، تظهر الصورة اللي اخذناها. وراح اخلي لكم الباركود في قناة التليجرام. تقريبا كان هذا كل شيء، لا تنسى دعم القناة بلايك وكومنت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مع السلامة.